بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السادة الوزراء المحترمين، السادة ممثلي الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية المحترمين، حضرات السيدات والسادة، بعد الترحيب الواجب اللازم والمباركة بشهر رمضان الكريم، أريد أن أفتتح تدخلي هذا بالإشارة إلى شيء أظن أنه يعني يرافق كل شخص تحمل مسؤولية، وخصوصا المسؤولية التي تجمع مجموعة من المسؤوليات كمسؤولية رئاسة الحكومة. كما لا يخفى عليكم فإنه حين يتحمل الإنسان المسؤولية ينتبه من البداية أنه ليس من الممكن أن يعني يهتم بكافة الملفات والمواضيع بنفس الأهمية. الحمد لله الإدارة يعني تسير، كل وزير مهتم بقطاعه، ولكن بالنسبة لرئيس الحكومة هنالك ملفات تسترعي انتباهه أكثر من غيرها، وإذا كان دوره بالنسبة للمجالات الأخرى يمكن أن يعتبر دورا مرافقا، فمثلا أنا لما تكفلت بهذه المهمة ما دخلتش في القضية ديال طرق السيارة. طرق السيارة الحمد لله كاينة وخدامة إلى آخره، ربما ما دخلتش مباشرة في العدل باعتبار أن العدل يقوم عليها يعني جهاز له مواصفات ووزير له مواصفات يعني يكفيني. كذلك لم أهتم ربما بالداخلية، ربما هي كذلك من مهمتي أن تهتم بي. لكن هنالك هي مكلفة تهتم بكافة المواطنين، صحيح. لكن هنالك مسؤوليات يعني استشعرت من البداية أنه لا بد أن يعني أباشرها بطريقة مباشرة، ربما تكونون قد انتبهتم لقضية يعني التوازنات الماكرو اقتصادية باعتبار أهميتها، وقد حققنا فيها والحمد لله أمور جيدة. ربما تكونوا قد انتبهتم إلى اهتمامنا بالجانب الإداري وتبسيط المساطير بالنسبة للاستثمار إلى آخره، لكن كان من الملفات التي يعني شغلت بالي منذ البداية هذا الملف، ملف السلامة الطرقية، باعتباره ملفا هو لا لو لا قدر الله كنا في حالة حرب لا يقل عن الحرب، يعني فقدان حوالي 4000 مواطن كل سنة، يعني هذه حتى الحروب في بعض الأحيان لا تصل إليها. فنحن نقتل في طرقنا، وخصوصا إذا كان الإنسان قد عاش هذا عن قرب، ولا أظن إلا أن كل المواطنين قد عاشوا هذا عن قرب، إما واحد من أقاربهم المقربين جدا أو من معارفهم وأصدقائهم. ويا ما قلت لكم أشعركم كيف أحس بالقضية، أن حوادث السير أخذت مني أنا شخصيا أخوين، ليس أخا واحدا، أخوين كلاهما عزيز، وعلى الأقل أحدهما ربما زلت أبكيه الآن. لكن أسوأ شيء أشعر به ويمكن أن أشعر به المسؤول الإداري هو أن 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 يشعر أنه يعقد الاجتماعات ويتداول في المواضيع ولكن لا يتقدم، أو لا يتقدم بما فيه الكفاية. هذا شعور مؤلم ويترك عند الإنسان انطباع أنه ربما سوف يغادر هذا المجال ولم يحقق فيه شيء، مع العلم أن هذا مجال يمكن أن يعطي نتائج بسرعة. كلكم تعرفون التجربة الفرنسية وكيف
استطاع الفرنسيون أن ينقصوا عدد يعني ضحاياهم في الطرق إلى نصف، أظن أكثر من النصف. أنت على علم السيد الوزير بالتجربة ديالهم. أي حتى ترواميل بزاف، ولكن المهم ماشي بحال ترواميل بحال كازميل إيفيدامون، ولا بحال ترواميل بحال هما عندهم ما نعرفش شحال من مليون سيارة وعندهم إلى آخره إلى آخره. فالمهم عندنا هو أنه يعني هذا مجال نشعر بأننا لا نتقدم فيه بكل صراحة وبكل صدق. طبعا إذا أردنا أن ندير الكلام فيما بيننا، في من يتحمل المسؤولية يمكن أن يكون عند كل واحد المبررات الكافية ليقول أنا لست علي مسؤولية. وإذا أردنا أن ندير الكلام فيما بيننا يمكن أن يكون عند كل واحد برنامج، ولكن في النتيجة إذا كانت النتيجة هي أننا لا نصل إلى 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 تقدم ولو بسيط، ولكن نشعر بأننا نتقدم خطوة خطوة إلى الأمام، فسيكون الإحباط لا قدر الله هو المصير، لأنه مش معقول كيف. وهذا على الأقل مجال لا أعتقد أن هنالك من يعني يمانع فيه من الإصلاح. الإصلاح مفروض أن يقع، ومصلحة الجميع المباشرة يعني الفرابونت يعني التي لا يمكن الإنسان أن يدير عنها بصره أو يغض عنها بصره. لذلك يعني إلى العرض الذي سوف يلقيه الأخ سينجيب بوليف، وكل أمل أنه يعني يسفر لقاؤنا هذا عن أمرين. الأمر الأول قرارات وتوصيات يعني واضحة، والأمر الثاني عزيمة أكيدة عند كافة المتدخلين والذين من ورائهم، يعني من خلال خلق الحماس اللازم في هذا الوسط لكي يعني نتجنب هذه المأساة. وربما سبق لي أن ذكرتكم بأنه حتى العدد الحقيقة هو أنه الموت لا تظهر حقيقة المأساة. الموت التي تقع على الطرقات يمكن أن نعتبرها ربما أخف ضررا من الإعاقة التي تلازم الأشخاص. الإعاقة التي تلازم الأشخاص يعني الكبار السن حين تلازمهم إعاقة يعني ما كيقدروش يتحركوا ولا كيوقع لهم، فلهم بالأحياء فيستريحون ولهم بالأموات فيستريحون، يبقون يعني مع الأسف المساكين يعني وأسرهم يعانون ما لا يخطر على بال. على كل حال الشيء لا قدر الله لا عليكم ولا على أسركم ولا على أقاربكم، الذي رأه بعينه هو الذي يستطيع أن يقدره. فالمجال هو مجال، هذا مجال ديال الأرواح البشرية، يعني هذا مجال خص يكون فيه مارش. أنني أتساءل ما الذي يجب أن نعمل أو أن لا نعمل، حتى يعني حتى أنني تنحلم تنقول بما أن الروح عزيزة عند الله ما خص يكون حتى حادثة سير. شحال مرة تنقول واش ماشي خصنا نوقفوا السير كاع؟ لأنه دابا غير تصوروا معايا الإنسان اللي تيركب في السيارة راه في الحقيقة يعني كان واحد 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 المهندس من شي دولة من الدول الاسكندنافية كان هنايا، واحد رجل حكيم قال لي ملي كنخرج الصباح كنعمل رجلية في السيارة تنقول واحد الرجل في القبر واحد الرجل في السجن. تيقول لي جو سون كو جيمي ان بي دون لا تومب ان بي اون بريزون. لو انه زعما الناس كانوا واعيين بهذا الشيء ما غيمشيوش ب 120 و130، غيمشيو 70 و80 وغيمشيو في المدن بالشويه. ومازال ما نفهمش علاش الناس كيجريو الى حد الان الحق، لانه التقدير لانه كيف قلت لكم ربما اكثر من مره ان واحد الشخص الا كان غادي بالسكين العالم كله كيهتز، تيجيو البوليس وهذا الى اخره، ولكن واحد غادي بالطوموبيله كيجري الناس مادام فاتهم ما كي هذاك راه ستم يعني ستم مرتريه، يعني تشوف الا تبعتيه في الغالب
كانت وقت القهدر حاجة تسير ذهب ضحيتها وأخذ معه يعني أشخاص. يعني واحد المرة كيحكيوا لي أنا ما كنتش يعني شي واحد هكذا كيجري جري 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 هو يضرب واحد هو اللي طاكسي كيظهر لي والآخر اللي طاكسي يضرب واحد من الطاكسي ومن على ما وصلت السيارة ديالي أنا كان فيها الوالدة يمكن وداك الشيء لقاو سبعة الناس محطوطين زي عدد حوادث السير ديال الحافلات اللي كانت قليلة جدا اللي كنا صغار إلا كان شي واحد في السن ديالي غيكون كيتذكر هذا الشيء كنا لا نسمع عنها الآن أصبحت فريكونت تيتكلم معايا جلالة الملك مثلا عرفتو نقول له نكذب عليكم فهمتي ولا وتيكونوا عنده المعلومات تيكونوا عنده المعلومات أن البنوات من الحوثيين وأن جونس بليت كوكوا ولكن بغض النظر على جلالة الملك حنا كمسؤولية راه حنا اللي مسؤولين على هذا الشيء فهذا هو أنا سمحوا لي ما عملتش كلمة يعني أكاديمية ولكن بغيت زعما أردت أن أبتكم وسانسيرمون يعني ما يحاول حتى واحد يتملص من المسؤولية أنا ما كنت تنتمي شي واحد ما تنتمي شي واحد ما بغي نتنتمي شي واحد ما غينفعني نتنتمي شي واحد دابا اللي يقدر يقول لي الله يجزيكم بخير قولوا لنا شنو نديروا باش توقف هذا المجزرة هذه هي ولا وقفنا هذه جو سي با الا قدرنا نقصوا مثلا هاد 4000 نردوها 3000 ولا نردوها 2000 واخا انا كتجيني 3000 بزاف قلت ولا لا طبعا حتى 2000 بزاف طبعا هذاك الشيء اللي درناه سي حصاد ديال الانصاف والمصالحه كامل تو سكي سي باسي تلاقيت سي بن زكري في القصر الملكي واحد النهار كان عندنا حفل ديال زوجته وانا جيت ديك الساعات الله يرحمه جيت مدعو نحضر الفيستيفيتي قلت له سي بن زكري كان مريض مسكين هذيك في المراحل الاخيره قلت له قول لي دو كوا ساجيتيل دو كي دو كومبيان ساجيتيل قال لي 1600 قلت له تو كومبري قال لي تو كومبري ما وصلناش ل 2000 دونك بور 2000 بيرسون اون ا ديبورسي جو سي با كومبيان دو مليار دو سنتيم ودرنا قضيه يعني كبيره وهذا مي لا سي 4000 توت لي زاني دونك خصنا نديرو اكثر من داكشي اللي درنا وتيموتوا الفقراء هما اللي تيمشيو ضحيه مع الاسف الاكثر ولكن الفقراء والاغنياء والمتوسطين والرجال والنساء والى اخره والاطفال والاعاقات كتكون زعما اشياء رهيبه فلهذا زعما تنتمنى في هذا الشهر المبارك يعني الاخوان يعاود تاني يتحمسوا واحد الوقت جي افي كرو واحد الوقت بدينا كنتحركوا ولقينا باللي العدد ديال 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 القتلى في واحد المرحله كنقص توصلنا لشي 40% اقل ياك من شكون الاخوان ديال النقل اللي كانوا هنايا واحد الشهر كنا واحد الشهر ديال ابريل شكون اللي بقى عاقل على هذا الرقم راه انا ما كنساش هادشي كنا وصلنا لاقل 40% واحد الشهر ديال ابريل بالنسبه للمقارنه الشهر ديال ابريل اللي فات ياك سي مع 2013 مع 2012 واحد الشهر حتى قلت هذا كتعرف لي ستاتستيك سا كونفيرم يعني لا بيس سو كونفيرم تيظهر لي عاوتاني دغيا عاوتاني تراجعنا ودغيا انا ملي مشيت لعند الاخوان ديال الدرك في داك لي شو ديال اللي وريوني ديك قلت لهم قولوا لي واحد القضيه واش تقدروا ديروا لي شي طيارات يراقبوا السيارات من الفوق وهذا اللي زعما انا غادي يهمني فهمتي يعني كنفكر في كل شيء الحلول وكيظهر لي حتى الامكانيات ما خاصين لكمش عندكم صناديق وعندكم ايوا تكلوا على الله يا كسي يلاه قول لنا سي